رجعنا لكم، لكن قبل ما نبتدي اي استمرار في فقراتنا لازم ننعي واحد من ايقونات الاداره في العاب القوى وعلى المستوى الرياضي بشكل عام، رحمه الله عليه الدكتور احمد الخادم، اللي يعني واحد من ابرز من ادار العاب القوى في النادي الاهلي، ومن ثم كان له تاثير على العاب القوى في مصر. انا على المستوى الشخصي تربطني بيه علاقه خاصه جدا، لان يا جماعه تصوروا هذا الرجل كان يعني استاذي في المدرسه، يعني هو في التربيه الرياضيه، التربيه الرياضيه بيجوا في سنه النهائيه بتاعه التخرج بيوزعوهم على المدارس. فمدرسه النقراش النموذجيه اول اطلاله وهو شكله مميز جدا وهانسم وسيم كده، فشكله بالنسبه لي وانا كنت في المدرسه يعني اتخزن في دماغي. لما شفته في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم بقى بينا علاقه خاصه، وهو كان يحب يتكلم في الكوره، فكان يقول لي احلل لك انا ضربات الجزاء وده بيترمي كذا وده كذا، ومن حركه السوينج بتاعت الرجل اقول لك كان يحب الكلام ده. فكان بتجمعنا قاعده دائمه، كلما راني او رايته كنا النادي بعضه نقعد مع بعضه، وكان له شله كده بيقعد معاه في النادي الاهلي. فكويس ان احنا افتكرنا شخصية مهمة جدا في ألعاب القوى، يعني شأنه شأن ناس أعزاء كتير. احنا جيلنا كده كل يوم هنفقد واحد، والدور احنا بقينا على وش القفص. بيديك الصحة وطولة العمر يا باشمهندس، لكن نور على الدكتور أحمد الخادم. ونتمنى اتحاد ألعاب القوى تحديدا لواحد ادى اللعبة فعلا، ادى أم الألعاب كل تاريخه، كل صحته وكل عطائه، لحد من سنتين فاتوا كان مسؤول في النادي، يخصص درع أو مسابقة أو بطولة في الموسم ده أو الموسم الجاي، يبقى ده كأس أحمد الخادم. تكريمه أمر واجب بالظبط من كل الجهات، ومنها بإذن يعني أنا مش عارف أكرم. هو على فكرة كان ضمن المجموعة اللي كابتن الخطيب كرمه النادي الأهلي قبل كده، لرواد الرياضة في النادي، ما تفوتش النادي الأهلي دي. لكن هو رحمة الله عليه وألهم أهله الصبر والسلوان.